السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الحادي عشر من المسار العلمي ومسار الإنسانيات، مرحبا بكم من جديد في هذا الفصل الدراسي الثاني الذي نتمنى لكم فيه النجاح والتوفيق، ونواصل دروسنا في مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات مع الوحدة الأولى في هذا الفصل والتي عنوانها إدارة المشاريع، ونبدأ الجزء الأول من درسنا مقدمة إلى إدارة المشاريع. سنتعرف خلال هذه الوحدة أعزائي الطلاب على كيفية إدارة المشاريع التي أصبحت من حولنا في كل مكان، وتحتوي هذه الوحدة على 4 دروس سنتعرف من خلالها على مفهوم المشروع وأهمية العمل كفريق واحد وعملية إدارة المشاريع وواجبات مدير المشروع، كما سننتقل إلى دورة حياة المشروع وكيفية استخدام برنامج جانت بروجكت لإنشاء مخطط جانت وتتبع مراحل سير المشروع وإدارة الموارد المتاحة له، هذا بالإضافة إلى العديد من المعارف النظرية والمهارات العملية المختلفة. أما خلال درسنا الأول فسنتعرف على مفهوم المشروع وأمثلة على بعض المشاريع التكنولوجية والمشاريع الناجحة في دولة قطر، بالإضافة إلى مثلث إدارة المشاريع ومفهوم إدارة المشروع. يتوقع في نهاية هذا الدرس أن تكون عزيزي الطالب قادراً على تعريف المشروع وذكر خصائصه، بالإضافة إلى تعديد بعض الأمثلة عن مشاريع تكنولوجيا المعلومات والمشاريع الناجحة بدولة قطر، كما ستكون قادراً على تعديد محددات مثلث إدارة المشاريع وذكر دوره وتعريف إدارة المشاريع وتحديد مبادئها. المصطلحات: مشروع Project، إدارة مشروع Project Management. ما هي المشاريع التي تلاحظون وجودها في محيطكم أعزائي الطلاب؟ نعم، نصادف خلال حياتنا اليومية ونحن نتجول بين مدن وأحياء وطننا الحبيب قطر العديد من المشاريع والمعالم الحديثة، مثل مترو الدوحة وملاعب كرة القدم لكأس العالم 2022 ومتحف قطر الوطني وشبكة الطرق والجسور، بالإضافة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والعالمية والمدارس والجامعات والمختبرات وغيرها من المشاريع التي يتم إنجازها في أوقات قياسية وبجودة عالية، ولا يمكن لهذه المشاريع أن تنجح وتنمو بدون إدارة مشروع متكاملة ترتكز على مجموعة من المحددات والأدوات الخاصة التي سنتعرف عليها خلال هذه الوحدة. ننطلق مع الهدف الأول من درسنا، وفيه سنحدد مفهوم المشروع ونذكر خصائصه. كما قلنا بأن محيطنا يحتوي على العديد من المشاريع مثل الجامعات والمدارس والمشاريع الفلاحية والمشاريع البنكية وعديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة والعالمية، وتقوم كل هذه المشاريع أعزائي الطلاب بسلسلة من الأنشطة والمهام الواجب إنجازها خلال إطار زمني محدد وضمن ميزانية محددة للتوصل إلى منتج أو خدمة، وهذا هو تعريف المشروع. وتتسم كل المشاريع أعزائي الطلاب بعدة خصائص أساسية تتمثل في جدول زمني محدد ببداية ونهاية، بالإضافة إلى أن لكل مشروع نطاق عمل محدد وأهدافا واضحة، وأنه يكون مستقلا بموازنة وموارد محددة، ومتضمنا لسلسلة من الأنشطة المتتابعة والمترابطة، ويواجه مخاطر وتحديات ينبغي الاحتياط لها. وتمثل هذه النقاط أعزائي الطلاب الخصائص الأساسية لكل مشروع. ننتقل الآن إلى العنصر الثاني من درسنا، وفيه سنعدد أمثلة على بعض مشاريع تكنولوجيا المعلومات. وتعتبر بوابة الدفع الإلكتروني إيباي من أهم هذه المشاريع التي مكنت المستخدمين من الدفع باستخدام بطاقات الائتمان والدفع من حساب إلى حساب آخر، بالإضافة إلى استرداد عمليات الدفع عبر الإنترنت، ووفرت عديد خدمات الاستعلام. وتشمل أبرز مزايا هذه الخدمة خفضها للنفقات التشغيلية لوكالات الإدارة الحكومية، وذلك من خلال خفض عدد الموظفين القائمين على عمليات إدخال وتشغيل ودعم المدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى مساعدة الجهات الحكومية على توفير خدمات الحكومة الإلكترونية في أقصر وقت ممكن. نمر الآن أعزائي الطلاب إلى العنصر الثالث من درسنا، وفيه نستعرض بعض المشاريع الناجحة بدولة قطر، ومن بينها
مشروع مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، مشروع مترو الدوحة، مشروع جزيرة اللؤلؤة، ومشروع قطر للبترول. وسنقوم الآن أعزائي الطلاب بزيارة المواقع الرسمية لهذه المشاريع على شبكة الإنترنت. يمثل هذا الموقع أعزائي الطلاب الموقع الرسمي لمشروع مترو الدوحة على شبكة الإنترنت، ويتم فيه عرض خارطة كاملة لمسار المترو بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن المحطات والمسافات المقطوعة. بينما يمثل هذا الموقع البوابة الرئيسية لمؤسسة قطر للبترول على شبكة الإنترنت، ويتم فيه عرض جميع أخبار المؤسسة ومنتجاتها وأسعار المحروقات. ويمثل هذا الموقع أعزائي الطلاب الموقع الرسمي لمشروع جزيرة اللؤلؤة في قطر، الذي يعتبر مشروعا سكنيا وتجاريا وسياحيا، ويتم عرض معلومات عامة فيه بالإضافة إلى أبرز الخدمات الموجودة في المكان. ويعتبر هذا الموقع أعزائي الطلاب الموقع الرسمي لقناة الجزيرة في دولة قطر، وفيه يتم عرض آخر الأخبار ومختلف البرامج المتاحة بالإضافة إلى خاصية البث الحي. لنقم الآن بالإجابة عن الأسئلة التالية لتذكر المعارف التي اكتسبناها خلال العناصر الثلاث الأولى من درسنا. السؤال: ما هو تعريف المشروع؟ الجواب: المشروع هو سلسلة من الأنشطة أو المهام الواجب إنجازها خلال إطار زمني محدد وضمن ميزانية محددة للتوصل إلى منتج أو خدمة. السؤال الثاني: أذكر ثلاثا من خصائص المشروع. الجواب: أولا، له جدول زمني محدد ببداية ونهاية. ثانيا، له نطاق عمل محدد وأهداف واضحة. ثالثا، مستقل بموازنة وموارد محددة. ننتقل الآن إلى العنصر الرابع من درسنا، وفيه سنعدد محددات مثلث إدارة المشاريع ونذكر دوره. لضمان نجاح المشروع يا أعزائي الطلاب، يجب دراسة التغيرات التي يمكن أن تحدث في المحددات الرئيسية المرتبطة به وفهمها والتعامل معها من أجل تحقيق الجودة المأمولة للمنتج أو الخدمة. وهذه المحددات هي: النطاق، ويقصد به المهام المطلوبة لتحقيق أهداف المشروع. الزمن، وهو الجدول الزمني للمشروع للوصول إلى المنتج. التكلفة، وهي ميزانية المشروع. وتشكل هذه المحددات مثلث إدارة المشاريع. يمكن تعريف مثلث إدارة المشروع على أنه نموذج يساعد مدير المشاريع على تحقيق الجودة من خلال الحفاظ على التوازن بين تلك المحددات ومراقبة التغييرات التي تطرأ عليها أثناء سير العمل في المشروع، ومعرفة تأثير زيادة أو نقصان كل محدد على بقية المحددات وتأثيره النهائي على الجودة. مثلاً، في حال زاد نطاق العمل المطلوب إنجازه خلال المشروع، سيؤثر ذلك بالزيادة حتماً إما في زمن الانتهاء أو في التكلفة المطلوبة أو كلاهما. قد تبدو هذه المحددات أمراً بسيطاً، ولكن يمكن تفسير كل نقطة من النقاط الثلاث لهذا المثلث لاستكشاف المعنى الأعمق لها. ونبدأ بالتكلفة، والتي تعتمد على عدة متغيرات، ولها أمثلة عديدة مثل الموارد البشرية المطلوبة والأدوات والأجهزة المستعملة والمواد الخام وغير ذلك. وتنقسم التكاليف إلى قسمين، هما: التكاليف الثابتة مثل تكاليف رواتب العمال وتكاليف الإيجارات، والتكاليف المتغيرة مثل تكاليف الكهرباء والمياه وتكاليف المواد المستخدمة في الإنتاج. نمر الآن إلى محدد النطاق، والذي يشير إلى كل الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها للوصول إلى المنتج أو الخدمة المطلوبة. وإذا لم نتمكن من التحكم في نطاق المشروع، فلن نستطيع تسليمه في الوقت المحدد أو في حدود ميزانيته. فمن المهم تحديد الأولويات حتى نتمكن من تخطيط وتعيين الموارد بشكل فعال. وعلينا أعزائي الطلاب أن نتأكد من أننا قمنا بإدارة المهام المطلوبة مسبقاً، والتي تمكن مشروعنا من التطور بسلاسة
وبهذه الطريقة يمكننا إسناد مهام المشروع المهمة للأشخاص المناسبين وتمكين التعاون على مستوى المهمة نفسها. المحدد الأخير في مثلث إدارة المشروع هو الزمن، ويتم حسابه من خلال تدوين جميع المهام المطلوبة للانتقال من بداية المشروع إلى نهايته، ثم يتم تحديد أولويات هذه المهام وتبعاتها بناء على جدول زمني. عندما تدير مشروعاً، يجب عليك الحفاظ على التوازن في مثلث إدارة المشاريع، وبالتالي إذا وجدت مشكلة ما قد تؤثر على جودة المشروع أو على ما يجب أن يصل إليه المشروع، فيجب عليك أولاً تحديد موقع تلك المشكلة من عناصر المحددات الثلاث، وما هو الثابت منها وما هو المتغير، وبالتالي هل تتعلق المشكلة في الزمن المتاح لتنفيذ المشروع؟ أم تتعلق بزيادة حجم ومدى المشروع، أو ربما ترتبط بعدم توفر الأموال والموارد المطلوبة. ثانياً، إجراء التعديلات الممكنة لتحقيق التوازن اللازم من أجل الوصول إلى الجودة المأمولة من تحقيق أهداف المشروع. وبالتالي أعزائي الطلاب، يمكننا تعريف إدارة المشروع على أنها العمليات التي تتضمن مراحل البدء والتخطيط والتنفيذ والتحكم والإغلاق، وذلك لتحقيق أهداف محددة في زمن محدد لإنجاز عمل ما. ويمكننا تطبيق مبادئ إدارة المشاريع من توفير الوقت والجهد بالتركيز على الأولويات، التغلب على الصعوبات والتقليل من احتمالات الفشل، تحقيق درجة عالية من المتابعة، التكيف مع المتغيرات والطوارئ، إدارة الميزانية المخصصة للمشروع بفعالية. لنقم الآن أعزائي الطلاب بالإجابة عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: أذكر محددات مثلث إدارة المشروع. الجواب: يتكون مثلث إدارة المشروع من ثلاث محددات، هي التكلفة، النطاق، والزمن. السؤال الثاني: ما هو تعريف إدارة المشروع؟ الجواب: إدارة المشروع هي العملية التي تتضمن مراحل البدء والتخطيط والتنفيذ والتحكم والإغلاق، وذلك لتحقيق أهداف محددة في زمن محدد لإنجاز عمل ما. السؤال الثالث: عدد ثلاثاً من فوائد تطبيق مبادئ إدارة المشاريع. الجواب: من بين فوائد تطبيق مبادئ إدارة المشاريع: أولاً، توفير الوقت والجهد بالتركيز على الأولويات. ثانياً، التغلب على الصعوبات والتقليل من احتمالات الفشل. ثالثاً، تحقيق درجة عالية من المتابعة. أعزائي الطلاب، بعد أن انتهينا من أهداف درسنا، لنتذكر أهم المعارف التي اكتسبناها اليوم. فقد تعرفنا على مفهوم المشروع وخصائصه، أمثلة على بعض مشاريع تكنولوجيا المعلومات، وأمثلة على بعض المشاريع الناجحة في دولة قطر. كذلك تعرفنا على مثلث إدارة المشاريع ومفهوم إدارة المشروع وخصائصها. وهكذا أعزائي الطلاب، نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، مع خالص التمنيات لكم بالنجاح والتوفيق.